بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال الرابع من اختبار الفارس لنوفمبر 2016. السؤال بيقول Simplify the expression x over y all power negative 3 مضروبة في x y تربيع على z الكل أس 4. زي ما اتفقنا أو زي ما تعودنا، في بعض الملاحظات هنقولها في الأول وأحاول أسيبك كده تفكر. مبدئيا لما يكون عندك رقمين الكل أس n، تستطيع توزيع الأس على حاصل ضرب الرقمين، بمعنى الـ a في b الكل أس n هي a أس n في b أس n. بعمل الكلام ده سواء كان الأس موجب أو سالب. أيضا a b الكل أس ناقص n هي عبارة عن a أس ناقص n في b أس ناقص n. الملاحظة الثالثة، a أس n الكل أس m هو نفسه a أس m الكل أس n هو نفسه a أس n ضرب m. الملاحظة الرابعة، 1 على a بتساوي a أس ناقص 1. الملاحظة الأخيرة، a أس n في a أس m بتساوي a أس n زائد m، يعني لما بضرب رقمين كل اللي بعمله بجمع الأسس. ولو هما مقسومين يعني a أس n على a أس m هطرح الأسس، يعني a أس n على a أس m بتساوي a أس n ناقص m، بس علشان دي مش موجودة في البروبلم ما كتبناش. عموما تعالى كده نشوف ازاي احل البروبلم دي. الاول كتبتها عادي تماما، x على y الكل أس ناقص 3 مضروبة في x y تربيع على z الكل أس 4. تعالى استخدم الرول الاولانية او الرول التانية. ايوه، يبقى x على y او x في y كده كده الباور بتاع القوس هيتوزع على حاصل الضرب او على القسمه، مفيش اي مشاكل. يبقى هقول x اس ناقص 3 y اس ناقس 3. نفس الكلام، الباور هيتوزع على كل ترم موجود هنا في القوس، بقت x باور 4 y باور 2 الكل باور 4. بعمل ايه لما تكون حاجه باور حاجه الكل باور حاجه؟ اضربهم في بعض، بقت y باور 8 z باور 4. احنا عارفين لما بضرب رقمين مختلفين في الباور بجمع الباور، يبقى اكس اس ناقص 3 في اكس اس 4 باكس اس 1. طيب الواي اس ناقص 3 دي اي باور بالسالب لو انت جبت مقلوبه هيطلع فوق في المقام بالموجب، يعني 1 على واي اس ناقص 3. الواي اس ناقص 3 دي ممكن تطلعها من المقام للبسط، لما هتطلع للبسط مش هتبقى واي اس ناقص 3، هتبقى واي اس 3. تاني، يبقى الاس لما بيكون بالسالب غير مكانه، لو هو في البسط ينزل في المقام بالموجب، ولو هو في المقام يطلع في البسط بموجب. طيب يبقى واي اس ناقص 3 تطلع في البسط بواي اس 3، لما تتضرب في واي اس 8 هجمع الاسس، واي اس 8 في واي اس 3 بواي اس 11، الزد اس 4 ملهاش حد تتشاكل معاه، هي هتنزل زي ما هي زد اس 4. يبقى هي دي الفاينل انسر. يا ترى فين الفاينل انسر موجوده؟ هلاقيها موجوده في تشويس دي اللي هي x y باور 11 ديفايدد باي z تو ذا باور 4. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.